بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل اليوم شابتر 5، نشوف المقطع السابع، نشوف فيه الفلو أكروس تشوب بانكس. فلو كروس فلو أوفر تشوب بانكس is commonly encountered in practice in heat transfer equipment، مثلا نستخدمه في المبادلات الحرارية. such equipment في هذه الحالة يكون عندنا one fluid moves through the tubes. لاحظ هذه التيوبس اللي عندي هنا، هذه المربعات هي تيوبس يمر من خلالها فلود، وايل في حين انه other moves over the tubes يمر ايش في حين انه فلود اخر يمر ايش حواليها خارجه. In a perpendicular direction، في اتجاه عمودي على هذا الاتجاه اللي هو داخل التيوبس. إذن في هذا الاتجاه هذه الـ in وهذه الـ out تبع هذا الفلود اللي هو external. flow through the tube can be analyzed by considering flow through the single tube. ممكن نعتبر اللي حاصل داخل واحدة من هذه التيوبس ونقول إنه إيش هو نفسه اللي يحصل داخل التيوبس كلها، وبالتالي نضرب في عدد التيوبس الموجود عندي مباشرة. أما الفلود اللي هو خارج التيوبس or flow over the tubes، the tube affects the flow pattern. لاحظ هذه التيوب مثلا هذه أثرت على الفلود فلو اللي جاي من في هذا الاتجاه، إذا أثرت على الفلود فلو اللي هو حوالين التيوب اللي جنبها، إذا كل التيوب أثرت على اللي جنبها، وهذا يأثر على التربلنس ليفل، يأثر على هيت ترانسفر or from to or from them، يعني يتأثر هذا الشيء. في عندي نوعين، في عندي الانلاين، في عندي استقر. إيش هو الانلاين؟ لاحظ في عندي هذا الفلود فلو ماشي بهذا الاتجاه، سرعته في تبريشر تبعه تي 1. كيف؟ شوف كيف مرتبين اللي هما التيوبز قدامه، مرتبين على شكل خط واحد، يعني مرصوصين على شكل خط واحد قدام. أما في حالة الاستقر فإيش؟ لاحظ هذا الاتجاه صح؟ هذا التيوب، وبعدين في تيوب فوقه وتيوب تحته، وبعدين تجي اللي هي معها على خط واحد في العمود اللي بعده. في عندي الـ ST نسميها ترانسفيرس بيتش، اللي هي لاحظ هنا هذا المدخل الفلود فلو صح؟ ما بين مركز الدائرة هذه ومركز الدائرة اللي جنبها نسميها ST، المساحة تبعه نسميها A1. longitudinal pitch SL هو المسافة ما بين الدائرة والدائرة اللي جنبها، تشوب وتشوب المركز تبع التشوب والتشوب اللي جنبها. بالنسبة للاستقرد نفس الشيء، اللي جنبها مش اللي معها على نفس الخط، لا اللي جنبها مباشرة اللي قدامها. طبعا الاس تي هذه مباشرة لما تشوف هذه، تشوف كيف نحسبها مباشرة من هنا عن طريق فيثاغورس. بالنسبة للرينولدز نمبر كيف نحسبه؟ نحسبه لكن عن طريق الماكسيمم فيلوستي. الفيلوستي هنا لازم تكون ناخذ بس الفيلوستي اللي هي الماكسيمم. الدياميتر هنا الكاركترستنج لينث هنا بالنسبة لنا ايش هو؟ اللي هو الاوتر تيوب دياميتر. نحن قلنا انه الفي ماكسيمم رينولد يعتمد على الفي ماكسيمم، ودنا هلا نشوف هي تختلف بالنسبة للانلاين ارينجمنت كيف نحسبها. اولا ودنا نشوف conservation of mass can be expressed as، شوف الام دوت هنا نقول الام دوت الفلود فلو اللي دخل يدخل هنا عند الاس تي، عند الاس تي حيطلع وين؟ ودنا نشوف المكان اللي يكون فيه الماكسيمم، هو حيطلع من هنا وبعدين حيجي يطلع في ايش اقل مكان، اضيق مكان ممكن حيطلع منه هو هذا. ما دام هذا هو اضيق مكان حيطلع منه، طبعا لاحظ هنا اكيد اصغر من هذه المسافه، وبالتالي كلما كانت المسافه اللي حيطلع منها اصغر كلما كانت الفي ماكسيمم. فنحن هنا نقول انه اصغر مكان حيطلع منه هو هذا اللي هو المسافه، هذا نسميها اي تي صح. طبعا لاحظ هنا عندي الـ A1 وعندي الـ AT وعندي الـ AD كلها فيها الـ L، الـ L هي طول التيوبس هذه، وكل التيوبس هذه
طولهم واحد وبالتالي نكنسلوا مباشرة. فالرو في الاريا 1 هذه عند النقطة هذه لاحظ ما بين هنا وهنا هذا دخل عن طريقه وبعدين طلع عن طريق هذه المسافة اللي هي رو في ماكسيمم اي تي. لكن الاي تي هنا ايش تساوي؟ تساوي اس تي ماينس دي اس تي ماينس دي، والاي 1 تساوي اس تي في ال اس تي في ال، اختصرنا ال طبعا منهم كلهم لانه اصلا لاحظ هنا في ال وهنا في ال، والرو اختصرناها من الطرف. اذا في ماكسيمم مباشره تساوي الاس تي على اس تي ماينس دي في الفيلوسيتي. اذا الرينولدز نمبر هلا عرفنا. بالنسبه للستاجرد ارينجمنت في عندنا احتمالين، لاحظ هنا الاي تي هذه نحن المره الماضيه قلنا عنها هي اصغر مسافه حيطلع منها، لكن هلا لا، هلا ما ندري، ربما تكون المسافه هذه وهذه ربما يكونوا ايش اصغر من هذه المسافه، فودنا نقارن مين الاصغر فيهم هو اللي حتكون فيه في ماكسيموم. اذا كانت 2 اي دي هذه اكبر من اي تي فمعناها الاي تي هذه هي صغيره صح، اذا هي اللي حيحصل عندها في ماكسيموم، وبالتالي حيكون عندنا نفس الحساب اللي سويناه بالنسبه للانلاين ارينجمنت في المره الماضيه السلايد الماضي. اما اذا كانت 2 اي دي هذه وهذه الاثنين المسافه هذه والمساحه اقل من المساحه الموجوده هنا فمعناها في ماكسيموم حتحصل فعلا هنا. هذا هو نفس الشيء، لاحظ اي دي هي هذه عندنا تشوفها هنا مباشره هذه قيمتها، فهنا ودنا نقول اللي هو الكونسرفيشن اوف ماس رو هنا رو الفلو دخل عند الفي اس تي صح اللي هو عند الاي 1 في اس تي هنا، وطلع وين الاي تي هذه ما هي اقل شيء، لا اقل شيء هو الاي دي، الاي دي هذه اقل من الاي تي، اذا ايش الفي ماكسيموم حتكون عند الاي دي خلاص، والاي دي قيمتها معروفه. لكن لاحظ الشرط اللي كان عندنا هنا ناخذه بالحسبان، فناخذ 2 اس دي ماينس دي. اذا الرينولدز نمبر صار معروف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.